أخبار اليوم. وفعاليات مؤتمر النهاردة كان لنا لقاء مع الفنان منذر رايحنا. بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم وفي مصر كلها. ربنا يحميك وشكرا لك وكل ذوق. في البداية حضرتك تكلمنا عن مشاركتك النهاردة والتكريم اللي كان معمول لحضرتك النهاردة. هو يعني التكريم لازم يكون لأصحاب التكريم لجامعة عين شمس واهتمامها بالتعليم، فأنا حابب أقول لهم شكرا. بالنسبة للفنانين أكيد ليهم دور، زي ما هو ليهم دور توعية على شاشة التلفزيون ليهم برضو دور في المجتمع وفي مشاركاتهم ديت. حضرتك تكلمني عن مشاركتك في المؤتمرات الطبية والفعاليات اللي زي دي. يعني أنا دايما مهتم ودي حاجة خاصة بالنسبة لمنذر، يعني منذر بعيدا عن الفن، فأنا بسعى دايما لو في أي حاجة في مجال الطب أنا ممكن أني أدعمها وأني أكون متواجد فمش هقصر دايما. بيتقال عن مصر هوليود الشرق، وده حصل مع الفنان منذر ريحانة طبعا في البداية، أنه كان يعني نقدر نقول أن نقطة انطلاق كانت من مصر. حضرتك تقول إيه بقى لمصر صاحبة الفضل في البداية؟ مصر دي أم الدنيا، ربنا يحميها ويحفظها من أي شر ومن المرحلة دي تحديدا، ربنا يحميها يا رب. سؤال بقى أخير، مجموعة من الفنانين بعد ضرب الطائرة الروسية في مصر عملوا هاشتاج على النت وكده بيدعوا الناس والعالم للسياحة داخل مصر وبيقولوا إن هي بلد الأمن والأمان. منذر ريحانة كان فين من الأدوار دي؟ أنا هصور برنامج في شرم الشيخ وهعمل حاجة مش هقول يعني أو ممكن أقول هعمل مجموعة من الوطن العربي مش من مصر، هنا هننزل كلنا شرم الشيخ، والدعم مش هيكون فقط لشرم الشيخ، هي مصر كلها بلد الأمن والأمان، وأي مكان في مصر هو بلد الأمن والأمان. أو والحادثة اللي حصلت يعني احنا عارفين تفاصيلها وأسبابها وهم اللي عملوا كده. يعني أهلا بك دايما ضيف عزيز في بوابة أخبار اليوم. شكرا. ربنا